بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. النهاردة يوم جميل، يوم رائع بإذن ربنا كده، ونطلب من ربنا نقول له يا رب اجعل هذا اليوم يوما مقدسا بيك. نطلب في الأول نقول له يا رب بشفاعتك وشفاعة أم النور شيل عننا الغلاء والوباء، وابسط علينا سلامك بجناحي ملائكتك. النهاردة طبعا السبت 4 فبراير، والنهاردة هنتكلم عن واحد اتولد في أوسيم، كان أبوه غني جدا جدا، اسمه أنستيوس، وكانت أمه ست كويسة تقية اسمها سوسن. ربوه أحسن تربية مسيحية، وكبر على خوف الله، وكان بيرحم على المساكين، وكان بيداوم على الصلاة والصوم. وعرض عليه أبوه إنه يتجوز لكن رفض. فجيء الثعلب المكار اللي هنعرف اسمه، وعرف إن القديس مش عايز يبخر للآلهة، أرسل إلى الوالي المكار أريانوس الثاني، ده الثعلب الثاني، لتعذيبه انه ما بيبخرش للآلهة. فجي اريانوس الى اوسيم، ولما شاف هذا القديس العظيم اللي هنقول برضو اسمه، قال له السلام لك. اجاب القديس وقال له انت بتتكلم على السلام ليه؟ هو انت ما تعرفش ان السلام ده للابرار ونفيش سلام للاشرار؟ راح جه الوالي وغضب جدا جدا، واخذوا الى مكان اسمه فاو، وقعد يعذبه عذاب شديد، وقطع راسه، ونال اكليل الشهادة، ونال شرف، وربنا اداله شرف باظهار ايات كتيرة من جسده، وصلاته تكون معنا امين، ولربنا المجد القديم امين. وده القديس ابي فام الجندي الاوسيمي استشهاده. وكمان في نفس اليوم دوت برضو كان في قديس اسمه سرابيون، كان من اهل بينوسة، من اعمال مصر السفلى، وكان عنده اموال ومقتنيات حلوة كتير قوي، وكان بيحب الصدقة ان يصدق على الناس. لما جت ايام الاضطهاد وسمع ان ارمانيوس والي الاسكندرية وصل الى الوجه البحري بيعذب المسيحيين، خرج إليه وهو وصديق له اسمه سوادروس، وآخر من رعاة الدواب اسمه توما، واعترفوا قدامه بالمسيح رب المجد، وحطوهم بعد كده في السجن. وسمع بعد كده إن أهل بلده فأتوا جايين بالسلاح عشان يقتلوا الوالي ويطلقوا سراح القديس، ولكن القديس منعهم وعرفهم بأن هو اللي عايز يستشهد على اسم المسيح، ورجعوا تاني. أما الوالي فقد راح جه واخد القديس معاه في سفينة إلى اسكندرية، وهناك عذبوا بالهنبازين، وحطوا في حفرة مليانة بالنار، وحطوا في برميل كبير في زفت وقطران، وقعد يولع النار عليه. وبعد الرغم من كل دوت إلا إن ربنا كان بيشفيه ويقيمه دايما سالم. وأخيرا جه الوالي قال لك لأ، ده احنا لا علم إيه، لازم نصلبه. صلبوه أخدوا يقعدوا يضربوا بالشاب. فجي ملاك ربنا وراح منزل القديس وصلب الوالي مكانه، فكانوا بيضربونه، يعني بيضربوا الوالي ده ضرب عظيم، ضرب شديد، وهو يصرخ ويقول أنا أرمانيوس. فقال له القديس حي هو الرب أنك لا تنزل، مش هتنزل أبدا من على الخشبة لحد ما تخرج من الحبس الناس اللي انت حبسهم وتنشر خبرهم. وفعلا الوالي عمل كده، وكان عدد الشهداء اللي اخذت رؤوسهم
في اليوم دوت 540 نفس. وبعد كده أسند الوالي إنه أمر بإنه يعذب القديس، بعته لأحد الأمراء عشان يعذبه، وكان هذا اسمه أوريون، وسافر بيه إلى البحر. وعند في الليل السفينة وقفت في بلد هذا القديس، وفي الصبح وجدوا أنهم رسيوا في مكان أو بلد القديس العظيم ده اللي هو سربيون، ويتعجب من ذلك. فجاله صوت بيقول له مبروك، أنت هتدفن هنا. وبعد عذاب كتير قطعوا راسه ونال إكليل الشهادة، وخلع أوريون قميصه ولف به جسد القديس وسلمه لأهله، صلاته تكون معنا أمين. وفي نفس اليوم برضو أيضا بنعيد بتذكار نقل أعضاء القديس توميساوس الرسول من مدينة أفسس إلى مدينة القسطنطينية، وذلك إنه لما بنى الملك قسطنطين ملك قسطنطينية ونقل إليها كثيرا من أجساد القديسين. وسمع بوجود هذا القديس أرسل بعضا من الكهنة فحملوه إلى القسطنطينية ووضعوه في هيكل الرسل والقديسين، صلاته تكون معنا أمين. وفي نفس اليوم أيضا تذكار الملاك ميخائيل أو الملاك الجليل سوريئيل، هذا هو الذي كان مع عزرا النبي الصديق وعرفه الأسرار الخافية، وهو أيضا الشفيع في الخطاء، شفاعته تكون معنا أمين. نشكر ربنا على كل حال، وإن ربنا مدينا دايما إن إحنا عايشين، ونطلب من ربنا إن يشيل عننا الوباء والغلاء، ويقف بجنب الرئيس ويعدي المرحلة الصعبة اللي بتمر بيه اللي بيمر بيه العالم كله، ويحافظ على البابا تودروس بابا بطريرك الكرازة المرقسية. والنهاردة اليوم الجميل اللي إن شاء الله، وأنا عندي إحساس يا القضية هتتأجل، يا إما هيبقى في مفاجأة رهيبة في قضية الطفل شنودة اللي قاموا بعض التعالب بحول خطف الأنظار عن قضية الطفل شنودة، ولكن لسه مازال ربنا ينير بصر الآخرين في هذه القضية. والنهاردة هيكون الحكم في قضية الطفل شنودة. ربنا بيعمل كل شيء للخير، يصنع خيرا كما يجول الشيطان ويتجول عشان يبتلع كل من حوله. الله أيضا بيحافظ علينا بملائكته وجماله وبهاؤه، إن الملائكة بجناحين يغطون وجوههم من بهاء ومجد الرب، وبجناحين يغطون أرجلهم وبجناحين يطيرون. هكذا الله خلق هذه الملائكة من أجل أنها تحمينا وترعانا، وأعطانا الروح القدس التبكيت لكي يكون دائما في داخلنا تبكيت دائما على خطايانا، وتبكيت دائما من أجل أن نكون راحمين على الذين حولنا. كل الشكر كل الحب، وندعو الله أن يحافظ على مصر لكل محبيها مسلمين ومسيحيين. أشكركم، ولو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة. كل الشكر والحب والتقدير لكم إخواتي المشتركين.